أستاذة منى بتسأل إن هي في مرض مزمن يعني لا يرجى شفاؤه، فبتقول إنه الظروف مش سامحة إن هم يطلعوا الفدية كلها مرة واحدة، فهل ممكن يطلعوا جزء دلوقتي وقدام شوية يكملوا؟ هو طبعا صاحب المرض الذي لا يرجى برؤه أو الذي لا يرجى شفاؤه بيلزمه فقط الفدية، ويمكن إن هو يقسطها خلال العام اللي هو فيه ده، تمام؟ كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللي بيفطر بسبب عذر المرض وعذر مؤقت يفطر وبعد يرجع يقضي، لكن الذي لا يستطيع كما قال الله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمع حضرتك أنك تطلعي اللي تقدري عليه دلوقتي وتقسطي الباقي خلال هذا العام. صاحبة السؤال